إذا نفتح النقاش حول هذا الموضوع. ينضم إلينا من طوكيو الدكتور ساتورو ناغاو خبير الدفاع وزميل معهد هيدسون. سيد ناغاو أهلا بك على القاهرة الإخبارية. إذا هناك تغيير وزاري جديد كان من بين هذه التغييرات حقيبتي الدفاع والخارجية، تعيين السيد مينورو كيهارا في منصب وزير الدفاع، هل يقصد منه إصلاح أجندة داخلية يابانية أم أن هناك رسائل موطنة لتايوان والصين؟ بالطبع هناك كلا الهدفين. في على المستوى الدولي اليابان تسعى إلى تعزيز العلاقات مع تايوان، ذلك بسبب التوترات في التنافس في تلك المنطقة وبسبب تنامي التوترات بين الصين وتايوان. وفي هذا الشأن اليابان لا يمكن أن تلغي وتتهرب من هذا الموقف، ولكن اليابان متواجدة على بعد 100 كيلومتر من تايوان. وإذا ما وضعنا في الاعتبار الأكثر السيناريوهات سوءا بين الصين وتايوان وما يمكن أن يحدث على المستوى العسكري، اليابان لا يمكنها أن تتهرب من هذا الموقف، لأن إذا ما كانت الصين لم تقم بمهاجمة اليابان، وإذا ما قامت الصين بمهاجمة تايوان في هذه الحالة، إذا ما قامت الصين بعدم مهاجمة اليابان فإن اليابان سوف تكون هي الضحية للتالية، وربما تكون هناك تدهور في العلاقات الأمريكية اليابانية. هناك الكثير من القواعد العسكرية الأمريكية في اليابان وأيضا بعض الطائرات المقاتلة التي يمكن أن تطير من اليابان دعما لتايوان. في هذه الحالة تستخدم هذه القواعد كالملاذ الآمن للقوى العسكرية، فإذا ما رغبت الصين في تعزيز علاقتها مع تايوان وإذا ما رغبت الصين في مهاجمة القواعد الأمريكية في اليابان في أسوأ الحالات فإن اليابان لا يمكنها أن تتهرب من الحرب ضد الصين بسبب تايوان، ذلك إذا ما كانت الولايات المتحدة وقامت بتعزيز الموقف في تلك المنطقة فإن اليابان وكحليف للولايات المتحدة إذا لم تقاتل اليابان بجانب الولايات المتحدة فإن الولايات المتحدة ستقول أن اليابان ليست حليفة لها، وبالتالي وبناء على ذلك فإن اليابان في حاجة إلى توازن العلاقات وتعزيز تحالفها مع الولايات المتحدة في نفس الوقت، ولهذا اليابان لا يمكن أن تتهرب من الحرب الصينية المحتملة ضد تايوان. هذا هو الموقف الراهن. فبالتالي الوزير الدفاع الجديد الخبير في العلاقات التايوانية اليابانية سوف يساهم في إصلاح العلاقات التايوانية اليابانية، وهذا هو الأمر المتوقع. طيب، كان السبب الرئيسي لهذا التعديل الوزاري هو انخفاض شعبية رئيس الوزراء الياباني الحالي فوميو كيشيدا بحسب استطلاعات الرأي التي تشير إلى أن 43% من الشعب الياباني كان رافض للسياسات الاقتصادية تحديدا لكيشيدا. هل ترى أن العلاقة بين اليابان وتايوان كانت على رأس أولويات الشعب الياباني الذي تضرر من السياسات الاقتصادية أولا قبل السياسات الدولية؟ بالطبع السياسات الدفاعية تتعلق بشكل وثيق بالدعم المحلي للشعب الياباني، ولكن في نفس الوقت هذا الأمر يعتمد بشكل كبير أيضا على عدد من الجوانب الخاصة بالسياسات المستقلة. على المستوى البعيد يمكن أن نرى أن السياسة الدفاعية اليابانية خلال رئيس الوزراء في عهد شينزو آبي قام بتعيين السيد كيسي كوزيرا للدفاع في ذلك الوقت، وهو يعتبر الأخ الأصغر لشينزو آبي وأيضا هو خبير في العلاقات التايوانية اليابانية. على المدى البعيد فإن رئيس الوزراء شينزو آبي وأيضا رئيس الوزراء التالي وأيضا وصولا لرئيس الوزراء الحالي كلهم قاموا بالتعزيز ووضع أولوية لتعزيز العلاقات مع تايوان. في هذه الحالة أعتقد أن شعبية رئيس وزير الدفاع الجديد تؤثر القرار الخاص والصادر من الكابينت الياباني لتعزيز واستعادة العلاقات الطيبة مع تايوان.
على المستوى البعيد وليس فقط على المستوى القريب. ولهذا السبب أي مساع من جانب رئيس الوزراء في اليابان تسعى إلى استعادة العلاقات الودية مع تايوان، وهذا لا يتأثر بالقرارات الصادرة من مجلس الوزراء. العلاقة بين اليابان والصين متوترة أصلا، هناك علاقات متوترة بشأن قضايا تاريخية وحتى قضايا أمنية حالية بين اليابان والصين، على سبيل المثال المنطاد والمياه النووية وما إلى ذلك. هل تتحمل هذه العلاقات مشكلة أخرى تتعلق بالتقارب بين طوكيو وتايبي؟ بالطبع العلاقات اليابانية والصينية تعتبر أحد العوامل الأساسية للتأثير على العلاقات التايوانية اليابانية. الصين هي من تستفز الكثير من دول الجوار في نفس الوقت، ولهذا السبب فإن اليابان تعمل على تعزيز التعاون مع الفلبين وتايوان وفيتنام وإندونيسيا والهند في نفس الوقت، وكذلك مع أستراليا والولايات المتحدة أيضا. وفي مؤخرا حيث كان هناك تفاعلات مع حلف الناتو، لماذا حدث هذا الموقف الراهن؟ لأن الصين تقوم بعدد من الاستفزازات ضد دول الجوار. الصين تؤكد على أن هذا أمرا في الماضي، ولكن هناك الكثير من الدول التي تحاول إعادة التفاعل، وبعض الدول تحاول تفعيل التعاون مع عدد من الدول والأطراف الدولية بسبب هذه الاستفزازات الصينية. فالسبب الرئيسي لهذا الموقف الراهن بسبب الاستفزازات والإجراءات الصينية في المنطقة، فهذه التصرفات الصينية هي التي شكلت هذه التحالفات الجديدة وهذا الموقف الراهن. الدكتور ساتورو ناغاو خبير الدفاع وزميل معهد هيدسون، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من العاصمة اليابانية طوكيو. شكرا لك على كل هذه التفاصيل.